النهاردة كانت عقدة ورشة عمل كبيرة حضرها رؤساء القنوات وحضرها أساتذة وعمداء كليات الإعلام وحضرها عدد كبير من كبار الإعلاميين. كانت القضية المطروحة التحديات اللي بتواجه الإعلام المصري في عصر الذكاء الصناعي والسوشيال ميديا وكيف نواجه هذه التحديات. تفرع عن هذه القضية الكبيرة خمس قضايا فرعية. القضية الأولى متعلقة بالنموذج الأمثل لبرامج توك شو. القضية الثانية كانت عن البرامج الحوارية الرياضية. القضية الثالثة كانت عن الأنشطة الإعلانية. القضية الرابعة كانت عن التعاون، يجب أن تكون هناك قنوات تعاون وثيق بين كليات الإعلام وما بين الصحف والجرائد والتلفزيونات بحيث أن هذه الكليات تقدم خريج على المستوى المطلوب في سوق العمل. القضية الخامسة بقى تحديات السوشيال ميديا مع وسائل الإعلام التقليدية، إزاي نحن نستفيد من هذه الوسائل عشان في الآخر جذب المشاهدين بالدرجة الأولى وأيضا الموارد الإعلامية وخلافه، لازم الإعلام بتاعنا يبقى متواجد. ده أول مرة يبقى في اجتماع ومبادرة يعني بتسد الفجوة ما بين الجانب العلمي والأكاديمي والنظري اللي هم متمثل في الأكاديميين ويعني في مجال الإعلام كليات الإعلام وما بين صناع بقى الإعلام والممارسين والمهنيين. كان تقريبا جميع رؤساء القنوات موجودين سواء اللي هي العامة أو القنوات الخاصة، لأن المنظومة الإعلامية طبعا لازم يكون في تفعيل لشراكة ما بين الإعلام العام والخاص وما بين دراسة الإعلام. الحقيقة كمان كان يعني تحت مظلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فدي كانت مبادرة متميزة جدا. الحاجة المهمة أنه كمان هذه المبادرة تحدثت عن التحديات اللي احنا بنعيشها دلوقتي في المجال الإعلامي، خصوصا في جوانب مهنية مهمة جدا اللي هي التطورات التقنية اللي احنا بنشهدها والتكنولوجيا في مجال الإعلام الرقمي وظهور يعني أدوات الذكاء الاصطناعي وتفعيل استخدامها وتطبيقاتها. كل ده أثار كثير من المناقشات. اجتماع اليوم ده اجتماع في غاية الأهمية لأنه جمع كوكبة كبيرة جدا من المختصين في مجال الإعلام سواء الأكاديميين أو الممارسين على أرض الواقع. كانت المناقشة إيه المشاكل اللي بتقابل الإعلام حاليا وإزاي إن احنا ممكن نتخطى هذه المشاكل من خلال بقى نظرة علمية ومن خلال رؤية المختصين في المجال ومن خلال كمان التكامل والتعاون بين الأكاديمية أو الأكاديميين والممارسين على أرض الواقع. وده مهم جدا موضوع التكامل ده عشان إحداث أي تطوير أيا كان في أي مجال. يعني التوصيات اللي بتتقال دي زملائنا صناع الإعلام رؤساء القنوات وغيرهم يعني من كانوا مشاركين النهاردة بيبقى يعني إذا هم متوافقين على هذه التوصيات يعني هيبتدوا يحاولوا ينفذوا فيها منها ما هو ممكن انه تنفذ على طول دلوقتي، والباقي يبقى في اجندتهم يحاولوا برضو انهم الهدف كلنا طبعا عايزين التطوير، كلنا عايزين اعلامنا ده يبقى احسن حاجه، يبقى قادر الجمهور المصري يعني بيروح للاعلام بتاعه بتاع وطنه وهو حاسس انه بيستفيد بيتعلم بيفهم اللي بيحصل حواليه، بيقدر يكون مواقف، بيحلله مشاكل في واقعه العملي، بيديله خدمات ثقافية وترفيهية وكل الحاجات اللي هي معروفة للإعلام.